من الابراج مثلا اللي واحده تقول لك ايه انا كنت مبسوطه معاه جدا قبل الجواز بس هو مش اب ناجح لاولادي، مين الابراج النهارده اللي نقول ان هي اب ناجح ويبقى يعني رب اسره كده عظيم زي ما بيقولوا؟ اكتر الابراج ده سؤال على فكره هيزعل ناس كتير وهيبسط ناس كتير، بس احنا لازم نتكلم نقول الحقيقه. اكتر الابراج اللي هي بتكون يعني من ناحيه الاب الأبوة عندهم يعني بتكون عالية جدا ومتحملين للمسؤولية، هي تقريبا الأبراج الترابية، وأكثر واحد فيهم يكون برج الثور. من ناحية الأبراج المائية أكثر برج اللي هو السرطان، يعني تقدر تقول عنده مسؤولية كبيرة برج الثور. برج الثور متحمل للمسؤولية بالنسبة للعيلة كوالد، ويكون حنين مع الأولاد مع الأطفال في البيت، وكمان البيت بالنسبة له هو عبارة عن مملكة زي مولود برج السرطان بالضبط. الأب السرطان برضو رومانسي مع الأولاد، عاطفي جدا، حنين جدا، بيحاول يعني يلبي كل احتياجاتهم في البيت لأنه برضو بيعتبروا مملكته الخاصة. نيجي على برج مثلا الجدي، الجدي شخص متحمل المسؤولية، ممكن يكون جدي جدا في التعامل مع الأولاد لكن بصورة عامة الأولاد بيحبوه وبيحترموه في البيت. كمان عندنا برج الميزان، هو برج هوائي لكن برج الميزان هنا هنشوفه يتحمل مسؤولية البيت، بيحب العيلة، بيحب الأسرة، بيحب الأولاد. وأنا شايفه أكتر برج شفته في حياتي من ناحية تجربة شخصية، يعني أكتر برج يعني كراجل اتساب في البيت مع الأولاد. طب جميل جدا.